برحب بيك مرة تانية كابتن هيثم، برحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن داليا عرابي، كابتن محمد سلعاوي. طبعا عقب انتهاء يعني مباراة النادي الاهلي والجزيرة 77 65 مباراة صعبة على كل المقاييس، يعني كانت مباراة الحقيقة نقدر نقول عليها ان هي الند بالند، ولكن الحقيقة ان احنا دلوقتي معانا واحدة من نجوم هذا اللقاء كابتن دين سلعاوي، بنرحب بيكي على شاشة قناة النادي الاهلي. ألف مبروك، مباراة صعبة مش سهلة أبدا على كل المستويات، يمكن ما فيش فرق كبير ما بيننا وبين الجزيرة، بالعكس كان هو يمكن في الكوارتر الأول فرق ب 2 بوينتس أو 3 بوينتس عننا. شايفة النهاردة المباراة إزاي؟ يعني هو الحمد لله على الفوز أكيد، بس مباراة يعني إحنا غير راضيين عن أدائنا وإحنا عارفين كده، يعني كان في تقصير من عندنا، هنحاول نعالجه طبعا الأيام اللي جاية دي عشان إحنا عندنا ماتشين كمان، يعني يمكن يكونوا أجمد سموحة وسبورتنج، هنروح لهم كمان اسكندرية. يعني هو الحمد لله طبعا على الفوز، بس كويس ان احنا قدرنا يعني نقدر نشوف نفسنا الغلط الاخطاء اللي احنا عملناها النهارده ونحسن نفسنا عشان اللقاءات الجايه. نادين كنت سبب كبير النهارده جدا في الفوز، او ان احنا يعني نرجع يبقى في فرق بوينتس كبير خاصه الكوارتر الثالث والرابع، يعني ادائك النهارده الحقيقي كلنا بنتكلم عنه لسه في الاستوديو، برده كابتن هيثم كان بيتكلم، يعني عايزين نتكلم على الاداء ده وازاي قدرتي ان انت تعوضي البوينتس دي كلها. هو الحمد لله يعني هو انا عادي كنت بره وعارفه الكوتش عنده ثقه فيا، فلما نزلت يعني حاولت اعمل اللي عليا. يعني احنا زي ما قلت في الاول احنا غير راضيين، انا غير راضيه برضو عن ادائي ولا اداء الفرقه، وعارفين ان احنا يعني كنا قصرنا في حاجات في المباراه، يمكن احنا اللي خلينا الجزيره اللي تخش في الجيم، احنا كنا ممكن يعني نعمل فرق سكور ونخلص الماتش من بدري زي ما بنعمل في كل مباراه، بس يعني كويس ان هي يعني الحمد لله عدت وكسبنا، وان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي. اللي جاي يمكن خلاص فاضل ماتشين في الدور ده، سبورتنج وسموحة، يمكن تحضيرات تبقى مختلفة شوية، مواعيد المباريات مختلفة، لأن تحديدا يعني سموحة هيبقى ثالث يوم رمضان، الاستعدادات بقى للفترة اللي جاية. والله الكوتش كان لسه بيتكلم معانا، ما عايزين نبتدي نتمرن في مواعيد الماتشات اللي هنلعب فيها، احنا تقريبا كل ماتشاتنا تبقى الساعة 9، فاللي هو بعد الفطار بما فيش، زي ما قلت لك عندنا ماتش سموحة في النادي ده ثالث يوم رمضان، ماتش قوي جدا وأجمد كمان بعديه سبورتنج في ملعبهم. يعني احنا هنتمرن من بكره، احنا مش واخدين اجازه، وان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي. نورتينا يا كابتن دين، والف مبروك مره ثانيه. ميرسي ميرسي. ده طبعا كان لقائنا مع واحده من نجوم مباراه النهارده، يمكن زي ما انت قلت يا كابتن هيثم فارق كبير جدا طبعا سببته كابتن نادين السلعاوي النهارده في المباراه، لسه طبعا مستمرين معاك في لقاءاتنا. طبعا يعني مباراه حقيقه كانت كبيره جدا، شفنا اداء كبير جدا، هنكون مستمرين معاك طبعا من داخل صاله الشهداء، يعني يمكن هيكون معانا لقاءات بعد قليل كتير جدا سواء من فريق النادي الاهلي او ايضا من فريق نادي الجزيره. مريم صبيح بشكرك شكرا جزيلا.